أنا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا بميزان العدل عن كل أفعالنا يوم الموقف العظيم، وصاحب الضلالة عمره ما هيكون مصيره زي أصحاب الإيمان والقلب السليم. أصل استحالة يتساوى إنسان نسي ربه وإنسان قلبه عمران بالإيمان والتسليم. بس في ناس سلمت نفسها للشيطان ونسيت حساب ربنا وعقابه لكل اللي بعد عن الطريق المستقيم. يا ترى مين هم الناس دول وازاي كان التحذير ليهم في القرآن الكريم؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. مين هم الناس اللي ممكن يتغروا بربنا سبحانه وتعالى؟ ويعني إيه يتغروا؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ممكن يتغر الإنسان إما من داخله وإما من خارجه، فقد يصيبه الغرور والغرور إما من جراء نفسه أو بعوامل خارجية. طيب، تحرير مصطلح الغرور ولا الغرور؟ الغرور بفتح الغاء هو الشيطان. الغرور بفتح الغاء هو الشيطان. تمام؟ يعني إيه اسمه يعني ولا إيه؟ ولا هو ولا الكبر اللي عنده؟ ربنا سماه كده. حضرتك معترضة؟ لا أبدا، أنا أقدر. يكون مش عاجبك الاسم؟ لا ما أقدرش. طيب قولي لي فين دليلك؟ قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ما قالش وغركم بالله الغرور، لا، وغركم بالله الغرور. ده بالنتيجة: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خلي ده مع سعادتك في ايدك اليمين. يبقى الغرور ليه تسمى الغرور؟ هي من صفاته ومن أسمائه، لأنه بيغر الإنسان ويخدع الإنسان. وإيه يا فندم؟ بيضحك عليه ويضحك على الإنسان ويزين له الحرام ويزين له اللقمة الحرام ويزين له كل شيء يبعده عن ربنا، فاسمه غرور لأنه بيغر الإنسان. ولذلك احنا دايما نقول لواحد ايه؟ ما تتغرش، تغرش بقوتك، تتغرش بمالك، ما تتغرش بمنصبك. فالغرور هو الشيطان. طب والغرور؟ الزخر في الفاني، كل ما يفنى اسمه غرور. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليه؟ كل متع الدنيا غرور لأنها فانية، وكل متع الآخرة ليست غرور لأنها باقية. فكل متعة
موجودة، ده من متع الغرور. قال الله عز وجل زخرف القول غرورا، قال الله عز وجل وغرتكم الحياة الدنيا. يبقى إذن مسألة الغرور ده مصطلح كبير جدا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تمام، وهنفسرها بقى بس ناخد التليفون. مدام فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. عاملة ايه يا أم كريم؟ الحمد لله بخير. هات أنا مرة خلال الأسبوع، عاملة ايه؟ نورتينا. وحشاني كتير. ربنا يخليك يا فاطمة، اتفضلي. ممكن أكلم بابا رمضان؟ اتفضلي. السلام عليكم يا بابا رمضان. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا فاطمة؟ فاكرني؟ أيوة طبعا، الله ينور بصرك. أنت مميزة يا فاطمة. الحمد لله على السلامة، عمرها مقبولة إن شاء الله. كلنا عارفينك يا فاطمة، ربنا يكبر خاطرك يا بنتي. الله يعطيك الصحة، عمرها مقبولة إن شاء الله. بصرك وبصيرتك. يا رب، عمرها مقبولة بإذن الله. يا رب، آمين يا رب. بعد إذنك ممكن أسألك سؤال؟ أموري يا بنتي. الأمر لله. لو سمحت، الواحد إزاي كفر عن الغيبة طول حياته؟ عن إيه؟ الغيبة. الغيبة، يعني أنا يعني ما فيش حد مش بيغلط. اتكلمت عن حد ودلوقتي لما بشوفه ببقى مكسوفة منه، مكسوفة من نفسي، فمش هقدر اقول له الكلام اللي كنت اقوله، فاعمل ايه عشان اتخلص من الاحساس ده؟ حاضر. عندك حاضر. سؤال ثاني؟ والله بتمنى اشوفك كل يوم، مش اكتر من كده. نورتينا يا فاطمه. نعم. ازاي تكفر عن ان هي اغتابت حد في يوم من الايام؟ شوفي حضرتك، احنا عندنا غيبه وغيبه. احنا بنسميها الغيبة، الغيبة اسم مرة الذي اغتاب الانسان مرة، لكن المصدر الغيبة. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبة وصورها. الغيبة يعني ايه؟ يعني انا اتكلم عن حد بصورة سيئة جدا في غيبته، فلان مش موجود فانا اقعد اتكلم عنه واتكلم عنه واقول عنه كلام وحش جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان انت لما بتعمل كده كأنك بتاكل لحم أخيك ميتا، أنت بتنهش عرضه ليه. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس في النار يأكلون الجيف في النار. من هؤلاء؟ الذين يغتابون الناس. فالغيبة ذنب كبير، والكلمة الواحدة قد تلقي صاحبها في النار 70 عاما. طيب ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وتواب كريم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طب من وقع في غيبة ماذا يفعل؟ رقم واحد عليه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. رقم اثنين يعاهد ربنا انه مش هيعمل كده تاني ابدا، اقفل الحنفية، لانه الغيبة انت بتجامل اللي بتغتابه. تخيلي حضرتك، يعني عايز اقول للناس جملة بتجامله؟ نعم يا فندم. بتجامل؟ طبعا. ازاي يعني ايه؟ انا دلوقتي لو بكره حد وبتكلم عنه هو عدوي وانا بجامله مجامله ما حصلتش، اللي انا قلته عليه ده ما ضروش في حاجه. ضريني انا؟ ضريني انا ليه؟ ما انا خدت ذنوب. خدت ذنوب؟ اه. يا ريت. امال ايه؟ اهون. ده انا بديله تريلات حسناتي. بياخد من حسناتي. يعني ممكن المجلس اللي انا قاعده ده هو يوصل له عمل وحسنات سنه كامله على الجاهز. عارفه حضرتك اكبر حسره يوم القيامه ايه؟ لما اشوف عدوي بياخد من حسناتي وداخل هو الجنه. كارثه. طبعا بالبلدي كده، غلب دنيا واخره. ايوه. يعني هو ضايقني في الدنيا اتكلم عليه، يجي يوم القيامه يمسكني من رقبتي ويقول يا رب عايز حقي منه، خد الحسنات دي كلها، يجي واخدها وداخل الجنه وانا لسه بتحاسب. يعني انت ورايا ورايا دنيا واخره. فاسمعوا مني، انا بقولها بشكل كده جميل بس خلي بالم عليكي، ده اكبر حسرة بجد. يا سيدي ما تتكلمش على حد، ما تدلوش حسنات على الجاهز، حسنات ما تعبش فيها. ده المشكلة ان ايه؟ ممكن ادخل النار بسيئاته، خد مني الحسنات خلصت وهو لسه له حق. طب خد بقى شوية سيئات يلا لم افعلها وكتبت علي. الكارثة دي. فالله يرضيكم غيبة لا، نميمة لا، تتكلم على حد لا، تنقل كلمة لا، لا، لان حسناتك غالية.
والله العظيم حسناتكم أغلى من أموالكم. طبعا. لأن المال يتعوض. طبعا. الحسنات لا. ولذلك ده السر في قول الله عز وجل من جاء بالحسنة، ما قالش من عمل. إيه الفرق؟ طبعا ناخد التليفون. خد التليفون. ناخد التليفون. مدام سماح. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، اهلا وسهلا. استفسار بس يا شيخ في موضوع المراسل، الله يبارك لك يا رب. اتفضلي. انا احنا 9 بنات وولدين. ولد الاكبر خالص والصغير. الحاج والحاجة عايشين، ربنا يديهم الصحة وطول العمر يا رب. الحاج كتب ان الارض للاولاد للصبيان، واحنا 9 بنات والحاجة. بعد ما كتب الارض للصبيان يعني قول ايه 5 مع ده و5 مع ده، يعني المفروض يعني انت لك مع 4 بنات امهم وانت الخمسة. معلش هستأذنك، وقفي في مكان السيجنال فيه كويسة بس عشان نسمعك صح. بقول لحضرتك يا شيخ رمضان، هو كتب الارض لاخوات الصبيان. كتب الارض لاخواتك الصبيان. ايوه. وقال لهم والدك موجود ولا الاثنين؟ والدها ووالدتها. والدي موجود ووالدتي موجوده. الاثنين عايشين. كتب الارض لاخوات الصبيان وقال لهم 4 بنات وامهم مع واحد و5 بنات والخمسه التانيين مع واحد. ليه وانتوا كام بنت؟ 9 بنات. احنا 9 بنات. وكم راجل؟ اثنين. ولدين. تمام. ففي ناس اتدخلت قالوا لي يعني انت حرام ما تكتبش حاجه لحد، يعني ايه سيبها كده اللي بعد عمره طويل. طب هو ليه كتب اساسا وهو بيوصي اخواتك ان انتوا ليكوا كل حد فيكوا ليه عند الاخ ده وعن ليه عند الاخ ده؟ ليه كتب؟ ما اعرفش هو كتب قال ده، كان بيقول ايه كل واحده تاخد 5000، يعني كل واحده في البنات هتاخد 5000 وخلاص. ففي ناس دخلت في الموضوع قالت لي حرام، يعني اللي انت عملته ده حرام، يعني بعد كده هتظلم البنات، انت ظلمتهم. فرجع لما في ناس اتدخلت، قالوا في ناس اتدخلت يعني غير كلامه تاني وقال لي هكتب لهم نص فدان بس هم والايه والدتهم، 9 بنات ونص نص بالنص فدان، هي هم 9 وامهم 9 بامهم يعني نص فدان، في ارض غير لسه النص فدان لسه في. ماشي يا شيخ، هل النص فدان اللي احنا هناخدوه انا واحنا انا واخواتي ووالدتي ده برضو مش حقنا، يعني ده ايه يعني احنا يعني نرضوا بالده ولا ده حرام برضو؟ يعني احنا لسه لينا ارض تانية، لينا ورث تاني. يعني الحاج كده عمل برضو حاجه صح ولا برضو اللي هو عامله غلط؟ يعني انتوا في ميراث غير الاراضي؟ ايوه في بيت كبير وفي ارض تانية غير النص فدان دوت، المفروض احنا لينا اكتر من. لا انا اقصد الارض، انا اقصد الارض اللي وزعها على اخواتك ده كل ما يملك ولا في تاني ميراث؟ لا هو الارض اللي كلها وداها للصبيان. تمام يعني الارض والبيت ما فيش حاجه تانية غيرهم، يعني ارض وبيت كبير يعني المفروض. فده عايز اعرف احنا نرضوا بالنص فدان احنا وامنا ولا ده برضه هيبقى ظلم وحرام، لان احنا لسه لينا لسه ارض تانية، يعني ايه لينا في اللي هم اللي مع اخواتنا الاثنين. حاضر يعني يا شيخ، بس بالله عليك يعني نورني برضه، عشان احنا برضه ايه احنا كده يعتبر احنا اتظلمنا، حتى لو هو كتب لنا نص الفدان احنا وامنا، احنا 9 بنات بامهم في ارض تانية. حاضر. تابعينا يا مدام سماح. اتفضلي فضيلة الشيخ. يوم القيامة لما اروح بين ايدين ربنا هقفل لوحدي طبعا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يا ابني تعالى، لا طبعا، يا بنتي الحقيني، لا طبعا، يا اخويا اسندني، لا طبعا، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، نفسي. فما تعصيش ربنا عشان خاطر حد، وما تغضبش ربنا عشان تراضي حد، يوم القيامة هتقف لوحدك، لا هينفعك حد ولا سبت ولا ولد ولا بنت. ادي واحد. رقم 2، المواريث حد من حدود الله، فاللي هيظلم حد بانه يديله اكتر من حقه او يظلم حد بانه ياخد من حقه تجاوز حد من حدود الله. لان ربنا لما اتكلم عن المواريث تفاصيل في منتهى الدقة طبعا، لان الله يعلم ان الناس تختلف على المال. فربنا فصلها
تفصيل دقيق جدا. بعدها على طول قال تلك حدود الله، يبقى المواريث ايه؟ حد من حدود ربنا. رقم ثلاثة، الاب لما عمل كده هو ظالم، ظالم ظلم مركب، ظلم مضاعف، ظلم نفسه لانه عرضها لغضب الله، ظلم الاولاد الذكور لانه اعطاهم فوق حقهم، ظلم البنات لانه انقصهم حقهم، ظلم زوجته لانه اخذ من حقها. رقم اربعة، اللي هيظلم حد ويحرمه من ميراثه ربنا هيحرمه من ميراثه من الجنة حتى يؤدي ما عليه، فما ينفعش اللي حصل. خلونا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي،